ما كاينش ما خيب من انك تكون موتيفي للخدمه وما تقدرش تركز. اي حاجه كطرح داك كتخرجك من هذاك الانغماس اللي انت فيه. كلاكسون ديال الطوموبيلات في الزنقه، شي حد كيمضغ بصوت عالي في الطابله اللي حداك، ولا شي تليفون اللي كيفيبري في جنبك. في الحلقة ديال اليوم المهدات لكم من طرف شاي الفليفر باكت ايس تي، غادي نحاولوا نركزوا على هذا الموضوع ديال التركيز باش نخرجوا بشي نتيجة مركزة. كنعيشوا في واحد الوقت اللي العوامل اللي كيلاهيونا كثار بزاف. طبيعه الحال كاين التليفون والنوتيفيكيشنز اللي دائما كيبرسطونا، وكاع بعض الابس ولا السوشيال ميديا كيفتعلوا نوتيفيكيشنز غير باش يصيفطوا ليك داك النغيزه. بحال مثلا هذيك القضيه ديال النوتيفيكيشن باش يقول لك راه العيد ميلاد ديال فلان، ولا هذه مده ما دخلتيش للتطبيق، ولا شوف راه فلان حط شي حاجه في البروفيل ديالو. الحاجه اللي كتعطينا واحد الاحساس بالله الا ما دخلناش نشوفو راه غادي تفوتنا شي حاجه. هاد القضيه عندها واحد السميه، سميتها الفومو، اللي هي ذا فير اوف ميسين اوت. يعني غير كتبعد من التليفون كيجيك واحد الخوف لا تكون زقلتي شي معلومه، شي رساله، شي حاجه اللي كان يمكن ليها تبدل حياتك. من غير التليفون كاينين حوايج اخرى اللي كيخليونا نتعذبوا مع التركيز ديالنا، واللي هما الضغط ديال العالم اللي عايشين فيه اليوم، واللي كيدفعنا باش نديروا اكثر ديال الحاجات في وقت اقل. يعني دائما نكونوا حاضين للبروداكتيفيتي ديالنا، شيء اللي كيعيشنا واحد الوهم ديال اننا نقدروا نملتي تاسكيو، زعما القدره ديال اننا نجاغليو بين جوج ديال التاسكس ولا اكثر باش نربحوا في الفعاليه. المشكل مع هذا النوع ديال التفكير هو انه ما كياخذش بعين الاعتبار الوقت اللي خاص الدماغ باش يدوز من التركيز على شي حاجه لحاجه اخرى. كلما كتزيد التكنولوجيا كلما كنحسوا بلي التركيز ديالنا غادي وكيضعف، ولا القدره ديالنا على التركيز غاده وكتصغر. السؤال هو واش نقدروا نحسنوا التركيز ديالنا؟ والجواب ببساطه هو يس. بزاف ديال الاخصائيين كيعتبروا التركيز بحال شي عضله اللي كلما كتريني بها كلما كتحسن. في هذه الحلقه غادي نركز على خمسه ديال الامور باش نحاولوا جميع يكون عندنا واحد التركيز احسن. وراني زدت راسي تا انا في هذه اللائحه، لانني تا انا دغيا كنتلف ونسى كاع اش كنت كندير اصلا. الحاجه الاولى هي ابعاد جميع المشوشات. وي كان معني على التليفون، ماشي ولا بدا تحيدوه من حداكم، ولكن مزيان اننا نكونوا كنتحكموا فيه وماشي هو اللي كيتحكم فينا. واحد من اسهل الطرق باش نعاودوا ناخذوا السيطره على التليفون هو اننا نحيدوا كاع النوتيفيكيشنز اللي ماشي ضروريين. يعني مثلا داكشي ديال السوشيال ميديا الى اخره، لانه فاش كيوصلونا شي مسجز راه ما راكمش مرغومين باش انكم تجاوبوا عليهم في البلاصه ديك الساعه. ماشي لحقاش خليتي فيو يعني انك لا تبالي بهذاك الميساج. خليو شي ساعه محدده اللي نتوما اختاريتوها باش تضربوا طليله في مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا كاع اش طاري. نفس الشيء بالنسبه للمكالمات والايميلز، الا حددتوا انكم غادي تخدموا وبغيتوا تكونسونطراو ديروا التليفون مود سيلونسيو ولا كاع مود افيون، وفي الطابله قلبوا لي وجهه باش كاع ما يبرزتكم. ثانيا وجدوا المكان ديال العمل ديالكم. ما كاين ما خيب من انك تكون مركز وتفكر بلا خاصك شي حاجه وتنوض من بلاصتك، غير هذيك النوضه كتشوش التركيز ديالنا، وفاش كنرجعوا خاصنا مجهود عاوتاني باش ندخلوا في المود. اذا التحضير قبل من البدايه ديال الخدمه مهم. نجيب الماء ولا قريعه ديال الشاي الا عرفت راسي غادي يجيني العطش مثلا، نوجد ستيلوات الا كنت غادي نكتب، نحط المراجع ديالي حدايا الا خاصني شي حاجه باش ما نتململش حتى نسالي الوقت اللي خصصته لذاك العمل. هاد النقطة غادي تدينا النقطة الثالثة في لاليست ديالنا. ثالثا نظم الوقت ديالي ونعرف فوقاش غادي ندير بوز، مثلا على حساب الصبر اللي عندي ولا الصعوبية ديال داكشي اللي غادي ندير.
نقرر من الاول بلا غادي نخدم مثلا 30 دقيقه وغادي ناخذ 10 ديال الدقائق ديال الاستراحه، هكا كيسهل عليا انني نبقى صابر ويكونوا عندي واحد الاوبجيكتيفز اللي هما واضحين، عارف بالله من بعد 30 دقيقه غادي يكون واحد الريورد اللي هو 10 دقائق ديال الاستراحه. رابعا نخويو دماغنا، الا تحطيت واحد الخدمه ما تفكروا غير في داك الشيء اللي قدامكم، نساو المشاكل الاخرى ولا التاسكس اللي جايه من بعد منها. غير باش نكونوا واضحين، راه المشاكل عمرها ما كتقاضى، اذا الا ركزنا في شنو كنديروا دابا نقدروا كاع نخفوا علينا نفسيا من هذاك التخمام الزايد وتخلينا نكونوا سعداء وحنا خدامين في الوقت الحاضر. واخيرا اديوها في صحتكم، راه هذيك الهضره ديال العقل السليم في الجسم السليم راه بالصح، كيف ما في الرياضه الاحترافيه راه التركيز حتى هو كيبغي تكونوا في احسن فيزيكال كونديشن، يعني النعاس في الوقت والاكل المتوازن والممارسه ديال الرياضه اللي كتخلينا نكونوا في صحه جيده وعندنا الطاقه الكافيه باش نركزوا مزيان. هادو كانوا بعض ديال النقاط باش نبداو هاد المسيره ولا هاد الطريق ديال التركيز ولا تحسين التركيز ديالنا، ولا بد كل واحد فينا مختلف وكل واحد فينا عنده احتياجات مختلفه، ولكن اهم حاجه هو ان ناخذوا هذاك الفيرست ستيب اللي غتعطينا واحد الانطلاقه باش نقلبوا على شنو اللي كيريحنا وكيفاش نسترجعوا التركيز ديالنا كامل. شكرا للتتبع ديالكم لهاد الحلقه ديال You should know المهداة لكم من The No BS Iced Tea. نتلاقاو قريبا في حلقة جديدة، تهلاو في راسكم. وما تنساوش تشاركوا في القناة وتلايكيو الفيديو. اجي شحال فيها من كالوري هذه؟